جمال من مجموعة الجمهورية الجديدة، وهي الجمهورية الجديدة مجموعة عمل بتضم نشطاء متواجدين من وقت من بداية انطلاق الثورة بيشاركوا في العمل السياسي، وبيشاركوا وفي منهم اللي شارك قبل كده بفترة، في منهم اللي شارك من 10 سنين ومن 5 سنين، وفي اللي ابتدى مشاركة من أول يناير 2011 من 25 يناير. طبعا الوثيقة، فكرة الوثيقة بدأت بعد حملة رفض التعديلات الدستورية اللي كان بعض القوى السياسية مجتمعة عليها، والتم اكتشاف فيها ان هو تلك القوى السياسية بعيدة عن الشارع المصري بشكل لا يستهان به. ابتدى في فجوة معينة كان من الواجب انها يتم سدها، فابتدينا نعمل حملات توعية سياسية في بعض المناطق منها المنيا ومناطق اخرى في الجمهورية، واكتشفنا ان في طبعا ان المشكله اللي بتواجهنا هي المشكله الكبرى اللي بتواجهنا هي عدم الاتحاد، يعني توحد القوى السياسيه حول مشروع قومي. فتوصلنا الى تلك الوثيقه اللي هي بتعتمد على محاور، على عده محاور، وعدة محاور منها إصلاح القضاء، إصلاح القطاع الأمني، إصلاح القطاع الاقتصادي، مكافحة الفساد، إصلاح القطاع الإعلامي، وخطة عمل جماهيري يتم برضو تجميع أكبر قدر من الحركات السياسية والأحزاب السياسية من خلال غرفة عمليات من أجل تقسيم العمل على المحافظات والتواصل مع اللجان الشعبية اللي هي متبقية، اللي زي ما قلت حضرتك كنا اتعرفنا عليها خلال رفض حملة رفض التعديلات الدستورية. نتائج المؤتمر النهاردة، التوصيات والنتائج. التوصيات بتاعت المؤتمر النهاردة، طبعا هي مؤتمر النهاردة أول نتيجة هي يعني نقدر نقولها انطلاقة للجمهورية الجديدة، اللي هي مشروع الجمهورية الجديدة، اللي مش عايزين نحدده ان هو مجرد وثيقة، هو أكتر من وثيقة، هو مشروع عمل سياسي شامل وبيضم أكبر قدر من أطياف المجتمع المصري وأكبر قدر من المجموعات والحركات والأحزاب السياسية الفاعلة والتي تواجدت قبل وبعد ثورة 25 يناير، باستثناء طبعا اللي هي الأحزاب التي اتهمت بها، أو يعني الأحزاب الفاسدة اللي هي ما قبل الثورة. وبالتالي اهم حاجه توصلنا لها النهارده هو طبعا تجمع قدر كبير من الاحزاب ومن القامات العليا، مثل الاستاذ جورج اسحاق، دكتور حسام عيسى، وبعض الصحفيين، من اجل البدء على طول في، يعني بعد الفعاليات المؤتمر الصحفي، البدء في تقسيم ورش عمل على المحاور اللي ذكرناها، تضم ممثلين من كافة الأحزاب السياسية والقوى المتواجدة، القوى السياسية المتواجدة، من أجل الوصول إلى نتائج يعني مفعولة. وبالتالي طبعا هو خطة العمل مبنية على مراقبة المؤسسات الدولة التي لم يتم، اللي هي الخاصة مثلا وزارة العدل، الداخلية، من داخل القوى، من جانب القوى الثورية. فده هيتم تأسيسه، هي مش تبقى مظلة بس، هيبقى في مراقبة داخلية ومراقبة خارجية على مؤسسات الدولة المختلفة. هل في قوى مؤتمر آخر قريبا؟ قريب هيبقى في مؤتمر تاني هيجي بعد هذا، بعد المؤتمر الصحفي اللي لم يتم تحديد موعده، ولكن على الأرجح هيكون يعني بعد العيد إن شاء الله بأسبوعين. شكرا لحضرتك.